بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن في هذا الفيديو بالكلام عن النوع الثاني من الأحمال، وهو ما يسمى باللايف لود، الحمل الحي، في الفقرة 1.3.2. بشكل عام، according to the American standards، بشكل عام ووفق المواصفات الأمريكية، اللايف لود عادة ما يقسم إلى قسمين أساسيين. قسم يسمى بالفلور لايف لود، أي اللايف لود الذي يؤثر على الأرضيات. تكلمنا سابقا وقلنا أن المقصود بالأرضيات هي الاندور، كل ما هو داخل في داخل البناية وليس في تماس مع المحيط الخارجي، عادة هذا يسمى بالأرضية. وعندنا الروف، النوع الثاني هو الروف لايف لود، نوعين إذن. ما هو الهدف من هذا التقسيم؟ باعتبار سابقا أو ربما في مواصفات أخرى لا يوجد مثل هذا التقسيم، وكثير من المهندسين قد لا يراعي مثل هذا التقسيم، وإنما يتكلم عن اللايف لود، الحمل الحي بشكل عام، دون أن يميز بين الفلور لايف لود، الحمل الحي على الأرضيات، والروف لايف لود. فما هو المبرر لهذا التقسيم؟ المبرر لهذا التقسيم في الحقيقة أمرين أساسيين. الأمر الأول هو الفرق الواضح في قيمة الفلور لايف لود عن الروف لايف لود. فبشكل عام الفلور لايف لود هو ذو قيمة أعلى بكثير من الروف لايف لود، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى، والأمر الثاني المهم في هذا التقسيم من ناحية أخرى، هو أنه احتمالية أن يظهر الأوفر لود، فلور لايف لود، في نفس الوقت الذي يظهر الأوفر روف لايف لود هي احتمالية قليلة جدا، والأي سي آي لا يعتد بها. فبالتالي الاي سي اي، وطبعا وفق الاي سي اي تبع للمواصفة الاصلية للاحمال اللي هي الاي اس سي اي 7، فالمواصفات الامريكية بالتالي ممثلة بالاي اس سي اي 7 والاي سي اي لا تعتد باحتمالية ان يكون كلا من the floor live load والroof live load over، أي يأتون في قيمة عالية في وقت واحد. هذا هو المبرر الثاني للتقسيم. بعد أن اتضح التقسيم، الآن نبدأ بالنوع الأول اللي هو the floor live load. أولا، the live load بشكل عام هو the load أو the gravity load، إذن هو أيضا حمل ثقلي يتجه من الأعلى إلى الأسفل. هو is the gravity load resulting from the equivalency of the structure، هو حمل عادة ما ينشأ من شغل المنشأ، من طريقة شغل المنشأ، the equivalency of the structure. زين، هذه أولا. المسألة الثانية، أن اللايف لود is usually assumed to be uniformly distributed، عادة ما يفرض موزع توزيعا منتظما، and it is indicated with letter L، وعادة ما يرمز له بالرمز L. من يعني نريد نتكلم عن اللايف لود نرمز بالرمز capital L أو بالحرف capital L. بالإضافة إلى هذا الحمل
الموزع الذي يرمز له بالرمز L، فإن اللايف لود عادة ما يتضمن أمورا أخرى. هذه الأمور تشمل ما يلي. طبعا هاي الأمور الإضافية أو الأنواع الإضافية التي تدخل ضمن اللايف لود معرفة في سكشن 5.3.4 من الـ ACI. الأحمال تشمل ما يلي: تشمل الكونسنتريتد لايف لود، فالكود يطلب أن نأخذ بنظر الاعتبار حمل حي لكن مركز. طبعا هذا الحمل الحي المركز يعني مثلا يحاكي وزن قطعة أثاث ثقيلة، مثلا يحاكي وزن فد ماكينة صغيرة لكن ثقيلة إلى آخره. وعندنا الفيهيكيولر لودز، الأحمال المتأتية من المركبات، وهي عادة بالأبنية قليلة، ممكنة لكن قليلة. عندنا الكرين لود، هذا شوفوا هذا الكرين، هذا عادة اللي يستعمل في الأبنية الصناعية، هذا الكرين لود، هذا أيضا الكرين لود، هذا عادة حسب الـ ACI وحسب الـ American Society of Civil Engineer Committee 7 الـ ASCE 7 يعتبر نوع من أنواع الحمل الحي. الأمر إذا الرقم هنا الرابع اللي هو أيضا يدخل ضمن الأحمال الحية الإضافية هو الحمل المتأتي على الهاند ريل ريلز أو الجارد ريلز أو الفيهيكيولر بارير سيستم اللي هو مبين بهالشكل. عادة نحن نضع أسيجة، هذه الأسيجة أما الهدف من عندها أنه الشخص يستند عليها أثناء حركته وتسمى عادة بالهاند ريل، أو الهدف أن تحمي الشخص من السقوط سهوا، يعني إذا سهى تحميه من السقوط، وذاك الوقت تسمى جارد ريل. وفي الجسور أكو فد شيء يشبه الجارد ريل، هدف أيضا الحماية، حماية المركبات من الخروج عن مسارها، يسمى الفيهيكيولر بارير سيستم، هذا أيضا يدخل ضمن اللايف لود. فالآن تكلمنا عن أربعة أحمال إضافية تدخل ضمن اللايف لود. زين، الحمل الخامس هو الإمباكت. الإمباكت ممكن يأتي نتيجة سقوط شيء على سقف، على جسر، فعادة الشيء إذا له كتلة ويسقط سقوطا حر يسمى فري فول من ارتفاع مثلا H، عادة ينتج ما يسمى بالإمباكت لود، فهذا أيضا يعتبر نوع من أنواع اللايف لود. وأخيرا ما يعتبر أيضا من أنواع اللايف لود هو الفايبريشن إفكتس، الاهتزازات. هذه الاهتزازات قد تنشأ نتيجة عمل في موقع مجاور للبناية موضوع الدراسة، أو قد تنتج نتيجة الريثميك ووكينج، وهو أنه لدينا مجموعة من الناس تمشي بشكل نمطي ريثميك ووكينج. أوكي، هذه كلها إذن بالإضافة إلى الحمل الأصلي اللي هو يونيفورملي ديستريبيوتد، فكأنما تتشكل لدينا ست أنواع من الأحمال: الحمل الأصلي اللي هو uniformly distributed وهو الحمل اللي راح يتم التركيز عليه، وعندنا خمس أحمال فرعية أو ثانوية من حيث الأهمية. عفوا راح يصيرون سبعة كلهم، واضح هذا. زين، بعد الحمل الحي وعلى خلاف الحمل الميت، may be fully or partially placed or may not present at all. يعني إذا عدنا سقف، فسقف هذا، فالحمل الميت مثلا عادة من غير نقاش يشغل كل مساحة السقف. أما إذا صار الكلام على الحمل الحي، فالحمل الحي ممكن يشغل مساحة معينة من السقف فقط، وقد لا يشغل أصلا هذه المساحة. زين،
قيمته الماجنتيود، قيمته بالحقيقة تقدر بدقة أقل بكثير من الدقة التي تم فيها تقدير الديد لود. وتوزيعه أيضا معقد، لأن يعني مثل ما ناقشنا قبل قليل توزيعه قد يشمل كل المساحة أو قد يشمل بعض المساحة أو قد لا يظهر نهائيا في بعض المناطق. زين، الآن كيف يتم حسابه، أو بحقيقة بتعبير أدق كيف يتم تقديره؟ موضوع تقديره لم يترك للاجتهاد الشخصي، لأن هذه مسألة جدلية، وإنما حسب على من خلال مواصفة. المواصفة هي المواصفة الأصلية الأساسية في حساب الأحمال، وهي الأمريكان سوسايتي أوف سيفل إنجينير، هاي المؤسسة، والمواصفة رقمها 7 فيصير كوميتي 7. هاي المواصفة عنوانها هي المينيمم ديزاين لودز فور بيلدينجز اند اذر ستراكتشرز. هنا نريد نقف عند مسألة مينيمم، فإذا ما تذكره المواصفة هو المينيمم، فالمهندس ليس من حقه بأي حال من الأحوال أن يتبنى حمل حي أقل من الحمل المنصوص عليه في المواصفة، لكن يجوز له إذا رأى أنه من الضروري يجوز له أن يتبنى حمل حي أعلى من الحمل الحي المذكور في المواصفة. فواضحة كلمة مينيمم؟ فالكلام على المينيمم. إذا المهندس في ظرف معين اعتقد أن الحمل الواقعي هو أعلى من الحمل المذكور من المواصفة، من حقه أن يتبنى حملا أعلى. هذه المواصفة اللي هي الأمريكان سوسايتي أوف سيفل إنجينير كوميتي 7 بالدرجة الأساس تركز على الأبنية، وبدرجة أقل تركز على منشآت أخرى Other Structures. الآن نذهب إلى جداول هذه المواصفة اللي أنا ذاكرها لحضراتكم حتى نستكشف كيفية. إذا تلاحظون حضراتكم هذه هي المواصفة. زين، خلينا نتأمل بالمواصفة قليلا، شوف شلون متكون الجدول. أولا الجدول متكون من ما يسمى بالإكويبانسي. الجدول به ثلاثة أعمدة مثل ما واضح لحضراتكم. عندنا العمود الأول هو الإكويبانسي أور يوز، يعني الشغل أو الاستخدام of the building or the structure. إذن أولا لازم نجي نحدد الشغل أو الاستعمال. زين، وبعد ذلك لكل إكويبانسي أور يوز الجدول أو الأمريكان سوسايتي أوف سيفل إنجينير كوميتي 7 تعطينا حملين، حمل موزع، شوفوا لاحظوا يونيفورملي ديستريبيوتد، مقاس بالدرجة الأساس بالبي اس اف. هذه البي اس اف اللي هي بالحقيقة القصد منها باون بير سكوير الفوت، فبي من باون، S هي سكوير فوت. لاحظوا قدمت هذه، يعني اعتبرت هي الأصلية، يعني باعتبار هي مواصفة أمريكية، فكل شيء يبدأ باليونايتد ستيت كوستمري سيستم. وبعد ذلك بين قوسين ذكر الحمل اللي هو بالكيلو نيوتن بير متر سكوير، أو مثل ما قلنا بالدرس بالتسجيل السابق وكأنما بالكيلو باسكال. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني، انه تأخذ ايضا concentrated load مقاس بالباون بالحالة الاصلية، او بين قوسين مقاس بالكيلو نيوتن. المهم جدا جدا انه حضراتكم تعرفون انه الرابط المنطقي هو or بين هاي الاحمال، يعني مو نأخذ الحالتين، لا، نأخذ ايهما اسوأ، uniformly distributed or concentrated، واحد من عندهم نأخذ. أوكي. الآن خلي نشوف الإشغال. الإشغال مرتب يعني ألفابت بشكل ألفابتك أوردر بشكل أبجدي from A to Z، ومرتب بطريقة الدكشنري، يعني مثلا واحد يدور على
عنده مبنى شققي apartment building، فهنا راح يدور بحرف الأليف، فهنا مرتبة بهالشكل. يقول له هنا المواصفة تقول له لا دور هذا الابارتمنت بيلدينج هو مجدول تحت عنوان الريزيدنشال بيلدينج، يعني مبنى سكني، فروح دور عليه بالار. فراح يروح يدور عليه بالار راح يلقيه القيم. فبهالطريقة هذا الجدول زين بهالشكل، هذا هو الجدول بهالشكل زين. الان عرفنا شلون نقدر قيمة اللايف لود، او لا تنسون احنا كل الكلام لحد الان على الفلور لايف لود. الان الامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينير كوميتي 7 هاي المواصفة تنطينا سماحية انه احنا نسوي ريدكشن فور لايف لود. فالان راح نتكلم عن الريدكشن اوف ذا لايف لود. فكرة الريدكشن شنو هي؟ فكرة الريدكشن ببساطة انه اكو there is an inverse proportionality، هنالك تناسب عكسي بين من؟ بين the probability to have fully loaded area، بين احتمالية ان نحصل على مساحة كلها محملة، وبين المساحة نفسها. يعني كل ما كبرت المساحة السقف او الارضية كل ما تقل احتمالية ان تكون هذه المساحة كلها محملة، ان تكون هذه المساحة كلها محملة زين. فعلى هالاساس، على هالاساس هذه الفكرة اللي جاية من نظرية الاحتمال، الكود الامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينير تسمح لنا بتقليل اللايف لود. يعني مثلا اجيب لحضراتكم مثال، مثلا عندنا مساحة مثلا 5 × 30 وعندنا مساحة 5 × 60، فالخمسة في ستين هذه المساحة اكبر، فاحتمالية انه تكون هي كلها fully loaded هاي احتمالية اقل زين. هذا القانون اذن، هذا التناسب، الكود او الامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينير حولته الى قانون. يعني بدل هذا، بدل هذا الكود اللي هو، بدل هذا التناسب اللي هو qualitative in nature اللي هو كيفي بطبيعته، حولوا الى قانون من خبرتهم. فلاحظوا اللي يهمنا بالقانون هو ال L، هنا ال L راح يرمز الى reduced life load او life load after reduction. هذا ال L، ال L note هو life load before reduction او هو ال unreduced life load. فاللي يهمنا العلاقة بين اللايف لود اللي هو reduced، لاحظوا العلاقة، والمساحة، ها هي المساحة. فإذن ها هي المساحة، هاي العلاقة. الآن ما هي الـ AT؟ الـ AT هي الـ tributary area، ما تسمى بالـ tributary area. والـ tributary area بالحقيقة هي المساحة المسندة مباشرة من قبل جزء إنشائي معين. يعني الجزء الإنشائي المعين يكون إلى دور مباشر في إسناد مساحة معينة، ويكون إلى دور ثانوي في إسناد مساحات مجاورة لهذه المساحة. فالمساحة المطلوب إسنادها بشكل مباشر تسمى الـ A sub T، أو يرمز لها العفو بالـ A sub T، وتسمى بالـ tributary area زين. الكي ال هو شنو؟ هو فاكتر لو ضربناه في التريبيوتري اريا، في التريبيوتري اريا راح تطلع المساحة اللي هي الافكتيف اريا، المساحة الكلية اللي ممكن ان تؤثر على جزء انشائي. طبعا هاي راح تتضح من خلال الامثلة، بس اجيب يعني من خلال الامثلة بس احاول اقربها لحضراتكم. مثلا تصوروا جزء انشائي مطلوب منه اسناد مساحة مباشرة جالسة عليه، مثلا مقدارها 4 متر مربع، فهاي 4 متر مربع المستندة بشكل مباشر على هذا الجزء الانشائي راح تمثل التريبيوتري اريا الـ AT، وهو يتأثر بمساحات مجاورة، بحيث انه المساحات المجاورة مع المساحة المباشرة تشكل 8 متر مربع. فهاي الثمانية كلها
هي ال KLL في ال AT، فال KLL في ال AT يصير 8. زين ال AT لوحدها 4، فمعناتها ال KLL هو 2، فعندنا مساحة مباشرة نسميها تريبيوتري اريا، ومساحة قد تؤثر ولو بشكل غير مباشر على الجزء الانشاء نسميها الافكتيف اريا. الكي ال ال في الاي تي هو الافكتيف اريا، الاي تي لوحدها هي التريبيوتري اريا. زين شلون يحسب الكي ال ال؟ بهالشكل، عندنا الانتيرير كولوم 4 ياخذ، الاكستيرير كولوم والاوت كانتيليفر سلاب 4، الايش كولوم 3، الكورنر كولوم with cantilever slab 2، ال edge beam without cantilever slab 2، ال interior beam 2، والباقي التفاصيل هي 1. هنا من الشكل هذا صير اوضح. لاحظوا هنا مثلا من اجل هذا البيم، هذا البيم اللي مرسوم بالاسود، لاحظوا يسند بشكل اساسي هاي المساحة، هاي المساحة تصير AT، هاي التريبيوتري اريا، لكنه قد يتأثر بمساحة أكبر. يعني إحنا إذا وضعنا حمل هنا، صح هذا الحمل هو من بالدرجة الأساس من مسؤولية هذا البيم، لكن أكفد نسبة قليلة تصل إلى هذا البيم، فهذا البيم راح يتأثر بمساحة أكبر. اللي هي هاي المساحة المهشرة باللون الأزرق. فالمساحة اللي باللون الأزرق هي الـ KLL في الـ AT اللي هي الـ Effective Area. أما المساحة اللي باللون الأحمر فهي الـ AT فقط اللي هي الـ Tributary اري، هاي مسندة بشكل مباشر، هذه مؤثرة، هذه مؤثرة سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. الان على هالكلام ايش قد راح يطلع ال KLL؟ هذا راح يؤدي الى انه ال KLL هو ال كي ال ال في الاي تي على الاي تي. زين هسه لاحظوا هنا حضراتكم، هاي المنطقه المساحه الزرقاء على شنو علاقتها بالمساحه الحمراء في هالحاله؟ هنا في هالحاله واضح انه هي النسبه تقريبا 2، فمن عندها طلع هذا الرقم اللي هو الانتيرير. لاحظوا احنا كنا نتكلم عن البيم الاسود اللي هو انتيرير بيم، فاحنا كنا نتكلم عن KLL بحدود 2، فهذا هو معنى ال KLL، هذا هو معنى ال KLL. هذه شوف حتى هنا الليجند بشكل واضحة، هذه الهاشت اريا هي العفو انا كنت اسميها افكتيف انفلونس اريا، المساحه المؤثره، والدوتد هذه الدوتد اريا هي التريبيوتري اريا. عندنا مساحه مسنده بشكل مباشر وتؤثر بشكل مباشر تريبيوتري اريا اسمها اي سب تي يرمز لها، وعندنا الانفلونس اريا مساحه قد تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر اسمها انفلونس اريا ويرمز لها بالرمز كي ال ال في الاي تي. زين الآن هذا القانون حتى نستخدمه بشرطين أساسيين، شرطين. الشرط الأول أنه المساحة لازم تكون كبيرة، لازم تكون كبيرة، فالمساحة اللي هي كي ال ال اي تي اللي هي الانفلونس اريا لازم تكون نسبيا كبيرة. زين ليش لازم تكون نسبيا كبيرة؟ لازم تكون نسبيا كبيرة باعتبار هو اصلا القانون جاي من نظرية الاحتمال، كل ما كانت المساحة كبيرة فاحتمالية ان تكون محملة بالكامل تقل، فهي جاية من نظرية الاحتمال.
فحتى تصير انه احتمالية انه هي محملة بالكامل قليلة، لابد ان تكون المساحة كبيرة. الان ايش قد كبيرة؟ هنا يتدخل الكود فينقلنا من هاي الفكرة الكيفية الى رقم، فيعرف الكبير هنا انه الانفلونس اريا حتى تعتبر كبيرة يجب ان تكون اكبر من 36.16 متر سكوير. هذا اولا، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان لا يكون ال L نوت، الشرط هذا الاول، هذا الشرط الثاني، لا يكون ال L نوت نسبيا كبير. يعني بالعكس، المساحة يجب ان تكون كبيرة، ال L نوت يجب ان لا يكون كبير. هنا ليش ال L نوت يجب ان لا يكون كبير؟ باعتبار اذا صار ال L نوت كبير، او عادة ال L نوت اذا كان كبير، فعادة هذا يعطي مؤشر انه ربما تكون الوظيفة الاساسية هي الخزن. يعني الوظيفة الاساسية لهذا الفلورينج سيستم هو الخزن، واذا اصبحت الوظيفة الاساسية هي الخزن، فبالحقيقة ماكو شيء يمنع ان تكون مساحة كبيرة ومحملة. فالال نوت يجب ان لا يكون كبير، يجب ان لا يكون كبير جدا. كبير جدا هنا شلون يعرفه؟ يقول يجب ان لا يزيد، لا يزيد، لاحظوا، على 4.79 كيلو باسكال بهالشكل. زين، اذن احنا شرحنا فكرة القانون، شرحنا شرطي القانون، في القانون شرطين. الان نشرح الناتج اللي يطلع لنا. كل قيمة تطلع نقبلها، يعني هذا الكسر مهما طلع قليل نقبله؟ لا طبعا، لان هذا قد نغالي over emphasis في التقليل. فالمواصفة تخشى ان نغالي في التقليل. فالمواصفة ايش تذكر؟ تذكر هاي الملاحظة، اذا كان المنبر الانشائي يسند طابق واحد، ارضية واحدة، فاقصى شيء نقدر ننزل بالL هو ان يكون الL يساوي نص الL نوت. يعني كأنما خفضنا نص الكمية وتركنا نص الكمية، بعد ما من حقنا ننزل اكثر. يعني اذا هاي المعادلة مثلا انطتنا مثلا بوينت مثلا 4.5، نجي نقول بوينت 4.5 ايش تعني؟ تعني انه المعادلة تركتنا 45% ونقصت 55%، ف45% اقل من النصف، فما ناخذ ال 45 هاي، نتركها وناخذ النص بالمية، العفو ال 50% او 0.5. هذا اذا كان يسند طابق واحد. اذا كان يسند طابقين او اكثر، فالعلاقة تصير بهالشكل، انه ال نوت، اي ال نوت لازم شنو؟ لازم اكبر. يعني هاي حتى هاي لو نريد نذكرها بشكل ادق، ال اللي هو ال L يعني بعد التقليل هو اكبر او يساوي نص ال L نوت اذا كان يسند طابق واحد. اذا كان يسند طابقين يصير ال L اللي هو بعد التقليل اكبر او يساوي 0.4 من ال L نوت. يعني اذا اكثر من طابق اقصى شيء يسمح لنا نقلله 60% من اللايف لود، طبعا هذا رقم كلش عالي، ونترك فقط 40%. اذا طابق واحد يسمح لنا بتقليل 50% والعمل مع 50% الاخرى. الان ناخذ امثلة. هذا المثال على الفلور لايف لود، طبعا واضح كلامنا. المثال الاول هو الفلات بليت سيستم. فلات بليت سيستم indicated in figure 1.3 below. طبعا مر علينا انه الفلات بليت سيستم هو السلاب سيستم without beams and without drop panel and column capital. هاي يعني بس يعني استطرادا، ولا هي ما هالقد مهمة. is proposed، قد اقترح، for a school building، لبناية مدرسية. طبعا هاي school building تتكون من class rooms، وتتكون من امور اخرى، تفاصيل اخرى. احنا حتى نسهل الحسابات هنا، افترضنا انه الجزء الاعظم، السواد الاعظم من المساحة هو class rooms. فالموست تقريبا all floors are area are classes،
تقريبا اغلب مساحة الطوابق هي صفوف. هاي طبعا تفيدنا من راح نختار قيمة اللايف لود. هسه ما هو المطلوب for this building، لهذه البناية؟ المطلوب اولا according to requirements of American Society of Civil Engineers Committee 7 لسنة 2010 لسنة 2010، المطلوب select اختار an appropriate value، اختار قيمة مناسبة for a floor live load. هاي اولا. compute ثانيا compute live load resultant، احسب محصلة اللايف لود acting on a typical interior column، المؤثرة على عمود داخلي زين. و reduce floor live load if possible، اي مقللا هذا اللايف لود حسب المواصفة ان امكن ان امكن. فالان نبدا اختيار الفلور لايف لود. وين راح نروح؟ طبعا راح نروح الى الجدول نشوف السكولز، ندور طبعا مو قلنا الجدول هو الفابت، فنروح الى حرف الاس. هاي ذي سكولز، لاحظوا هنا السكول او سكولز بها ثلاثة فعاليات، بها كلاس رومز، بها كوريدورز اباف فيرست فلور، وبها كوريدورز فيرست فلور كوريدورز. طبعا الفكرة انه الكوريدورز هي ان جنرال مور كراودد، هي تكون اكثر ازدحاما فاللايف لود مالتها اعلى، والكلاس رومز هي لايتلي كراودد او ليس كراودد، واللود ان كلاس رومز او هو يونيفورملي ديستريبيوتد، يعني الطلبه يجلسون بشكل منتظم فاوزانهم ايضا تتوزع مو مثل ما يكون الممر مكتف. فهاي السببين خلت اللايف لود ان كوريدورز هو از لارجر ذان ذا لايف لود ان كلاس رومز. هاي اولا. بعدين الكوريدورز مع الطوابق الاولى اعلى اكيد، لان كل ما صار الطابق اعلى مثلا الطابق الرابع الخامس كل ما احتمالية انه الناس تصعد وتتجمع بذاك المكان اتقل، فصارت بهالشكل. احنا الملاحظة بالبناية بالمثال ايش قايل انه اغلب المساحات هي كلاس رومز، فعلى هالاساس راح نختار هاي الكمية اللي هي 1.9، على هالاساس راح نختار هذه الكمية اللي هي 1.92. فاذا نروح للمثال، نروح اذا نختار 1.92. هذا طبعا هذا المربع الاسود هو احنا عادة نسميه الـ end of proof، يعني عادة الجواب النهائي نخليه لمربع اسود. هذا الان ايش قد محصلة اللايف لود على عمود داخلي؟ هذا لاحظوا هذا مثل الفري بودي دايجرام. اولا العمود الداخلي ايش قد يسند؟ هنا نجي الى فكرة التريبيوتري اريا، اذا هذه هي الاي تي. العمود اي عمود داخلي يسند، هسه لا تلاحظون نصف المسافة عن يمينه ونصف المسافة عن يساره، فاثنين ونص يمنى اثنين ونص يسره، يعني احنا نتكلم عن 5 متر. ويسند اي نصف المسافة من الاعلى، طبعا هذا بلان فيو هذا يعني توب فيو، ونصف المسافة كأنما من الاسفل، فاي 3 من الاعلى 3 من الاسفل يصير 6. هذه هي هذا for each floor، ف for each floor ايش قد راح يسند؟ يسند 5 × 6، هاي for each floor each floor. زين هسه how many floor are there، كم في طابق عندنا؟ عندنا لا تنسون هذا مو قلنا يكون في تماس مع الاوتدور مع الخارج، فهو روف. وعندنا كم فلور؟ اذا عندنا 1، يعني اذا نريد عندنا هذا 1 2 3 4، في 4 هذا، اذا هذه الاربعة هذا هو النمبر اوف فلور او فلورز. فتطلع التريبيوتري اريا اللي يسندها العمود في الطابق الارضي هي 120 متر مربع.
هي 120 متر مربع. يعني احنا لو ناخذ سكشن هنا ايش كانما، راح نلاقي انه هذا العمود هذا العمود اللي هو يسار شكله، هذا العمود منتقل عليه حمل من مساحة مقدارها 120 متر مربع، اللي هي 5 × 6 في الطابق في 4 طوابق. زين اوكي هذه الان هاي القيمة، هذا العمود، محصلة الاحمال على العمود اللي راح تنتقل على العمود اللي هي بالحقيقة ايش راح نرمز لها، يعني خلي ارسمه مرة الاخر العمود هنا بشكل اوضح. هذا هو العمود، محصلة الاحمال على العمود ايش راح نرمز لها، بما انه هي محصلة فعادة نرمز لها بكابيتال لتر، يفضل P هنا P، هالشكل نرمز لها P sub L حتى نقول انه هذه جاية من اللايف لود، هذا اذا هو ال P sub L. الان هاي ال P sub L هي reducible or not، هل قابلة للتقليل او لا؟ نجي للفكرة، عندنا شرطين. الشرط الاول انه تكون الانفلونس اريا كبيرة. هي ايش قد الانفلونس اريا؟ الانفلونس اريا تنسون قانونها، هي التريبيوتري اريا في الكي سب ال ال فاكتور. الكي سب ال ال فاكتور قبل شوية تكلمنا عليه، اذا عندنا انتيرير كولوم فالانفلونس اريا 4 اضعاف التريبيوتري اريا، فاربعة في 120 هاي طلعت اذا 480، هاي الانفلونس اريا كبيرة او لا؟ هو ايش عرف المواصفة، ايش عرفت الكبير؟ عرفته انه 37.16، فالانفلونس اريا هي اكبر بكثير من الليمت، فاذا هي مساحة كبيرة. واذا صارت كبيرة فاحتمالية انه تكون فولي لودد simultaneously في وقت واحد هي احتمالية قليلة، فيصير اكو معنى لتقليل الحمل. الشرط الثاني في تقليل الحمل ايش كان؟ الشرط الثاني كان ان لا يكون الحمل كبير. ايش قد كبير؟ احنا ال L نوت مالتنا ايش قد كان؟ 1.92، اي هذا كيلو باسكال او كيلو نيوتن بير متر سكوير. هذا بايش يقارن؟ يقارن ب 4.79 كيلو باسكال، فحملنا اصغر من الليمت، فاذا هو ليس بالحمل كبير. اذا من حق الشرطين تحققا، احنا نتكلم عن حمل قليل نسبيا ونتكلم عن مساحة كبيرة نسبيا، فالشرطين تحققا فمن حقنا نقلل. فنقلل الان، نطبق القانون، مجرد تطبيق. شوفوا بالبداية يفضل انه ما تعوضون ال L نوت، ما تعوضون ال L نوت، يفضل ما تعوضوها، تحسبون نسبة التقليل. فطلعت نسبة التقليل 0.458 L نوت، هاي نقارنها ويا من؟ ويا الليمت. قلنا المواصفة تخشى انه غالي في عملية التقليل، اوكي، to over emphasize the reduction process، فخلت lower bound، خلت حد ادنى اللي هو 0.4 L نوت. احنا بعدنا فوق الحد الادنى، اذا ممكن نعتمد قيمتنا، فيصير القانون بهالشكل. هذه هي المحصلة، لاحظوا هاي المحصلة اللي هي هذه، هاي القيمة ايش قد؟ هاي كيلو نيوتن، كيلو نيوتن بير متر سكوير. هاي الاريا اللي هي بالمتر سكوير، فهاي تختصر طلعت محصلة. هذا الريدكشن، فيطلع العمود الداخلي يسند 106 كيلو نيوتن. 106 كيلو نيوتن بس من باب العلم يعني يسند بحدود 10 طن من باب العلم بالشيء. إذا تقسموه على التعجيل الأرضي يطلع 10 طن. المثال الثاني هنا راح نتكلم عن تقدير الأحمال على بيم. هناك تكلمنا عن تقدير الأحمال على سلاب وكيفية حساب المحصلة على السبورتنج كولوم على العمود الساند. هنا راح نتكلم عن بيم. The floor system presented in figure 1.310 below. زين، هذا الفلورينج سيستم is proposed
قد اقترح for patient rooms لغرف المرضى in a hospital building في بناية مستشفى. المطلوب هو أنه according to American Society of Civil Engineers Committee 7 المطلوب أنه وفق هاي المواصفة اللي هي ASCE 7 المطلوب proposed اقترح أو اختار a suitable floor live load to be adopted for this floor system اختار حمل يمكن استخدامه live load يمكن استخدامه لهذا السقف لهذا الفلور سيستم الأرضية. reduced floor load for a typical interior beam. طبعا لاحظوا هنا كلش مهم تلاحظون حضراتكم انه الريدكشن ما الى معنى اذا ما نحدد المنبر. يعني الريدكشن اللايف لود هو مو فقط يعتمد على اللايف لود، لا يعتمد على السبورتنج ممبر، فلازم نحدد السبورتنج ممبر. يعني بالمثال السابق من ردنا نتكلم عن الريدكشن قلنا انه الريدكشن هو نحسبه ونناقشه لحالة الانتيرير بيم، لحالة الانتيرير سبورتنج كولوم. اما هنا فالريدكشن للبيم. فاذا الريدكشن ان لايف لود ما الى معنى بدون ما نحدد الجزء الانشائي. ليش؟ لان الريدكشن يعتمد على فكرة التريبيوتري اريا والانفلونس اريا، وفكرة التريبيوتري اريا والانفلونس اريا هي مرتبطة بالجزء الانشائي، تتغير بتغير الجزء الانشائي. المهم الان راح نروح للهوسبيتال، نروح للجدول وندور بحرف الاتش، نروح للجدول ونحاول ان ندور بحرف ال H. هذه hospitals. هنا ال hospitals كم فعالية بها؟ ثلاثة: operating rooms غرف العمليات واللابراتوريز، البيشنت rooms والcorridors above first. احنا مع الملاحظة اللي هي طبعا واضح ملاحظات يعني ربما تكون غير واقعية بالمعنى الدقيق، لكن من باب التقريب افترضنا انه كل الطابق هو patient rooms، وطبعا ما معقول يكون كله patient rooms، اكيد بعضه هو patient rooms فقط هنا حتى نسهل الحسابات، لان هو الهدف انه حضراتكم تاخذون تصور عن كيفية الحسابات، لان مستقبلا طبعا الحسابات التصميمية عادة هي time consuming كلش تحتاج وقت طويل ما متوفر عادة بالدرس، فلذلك نضطر نبسط الواقع. اي فناخذ 1.92 فنعود هسه الى مثالنا 1.92 نعود الى المثال. اذا الان جاوبنا الشق الاول من السؤال اللي هو ال نوت، اللي هو ال نوت قلنا المقصود منه لايف لود بيفور ريدكشن بروسيس او ان ريديوسد لايف لود هو 1.9 كيلو باسكال. هذا يعني هذا هو فاينل انسر. فاينل انسر. الان اذا تكلمنا عن تيبيكال فلور بيم فهل هو ريديوسابل اور نوت؟ نجي اول شيء نحتاج نعرف التريبيوتري اريا لبيم معين، هذا هو البيم. فالبيم راح يسند نصف المسافة، طبعا على فرض انه هذا السيستم one way، راح يسند نصف المسافة عن يمينه او نصف المسافة عن يساره، فتطلع هيك شكل التريبيوتري اريا، هاي المنطقة اللي يسندها البيم. اذا هذا هو center line of the beam، صور حضراتكم اذا هذا هو center line of the beam، فالبيم راح يسند نصف المسافة يمين نصف المسافة يسار. اوكي نصف المسافة يمين نصف المسافة يسار، فصير التريبيوتري اريا 2.5 باعتبار عرض من كل جهة 2.5، زين فيعني كأنما 1.25 يمنى 1.25 يسرى، فصارت 2.5 في 8. الآن بالنسبة للطول يجي سؤال مهم، ناخذ الطول 1 باعتبار هذا يمتد على فضائين البيم، لو الفضائين يعني نقول 2.5 في 8 لو 2.5 في 16. لا الصحيح انه احنا ناخذ كل الطول مو فضاء واحد، فصير 2.5 في 8 في 2. السبب مرتبط بموضوع يسمى اللود باترن، باعتبار الاحمال اذا قليلة احنا ما ناخذ هيك احتمال، يعني هسه بس
يعني سوى البيم، البيم هيك صاير شكله، بي البيم مالتنا اذا ناخذ له سكشن راح نلاقي هيك صاير شكله. اذا ناخذ له سكشن راح نلاقي بهالشكل، هذا هو البيم، وهنا جالس على المسند الخارجي اللي هي اللي هي هاي الجيردر، انا هيك هنا جاي اباوع هسه، هذا هذا السكشن هيك جاي اباوع، وجالس هنا عندنا هاي الجيردر هاي الاولى، هذا المسند هو هذه الجيردر، هو هذه، وعندنا مسند الوسطاني هي هاي الجيردر، وعندنا مسند طرفاني. راح نشوف انه عادة اذا اللايف لود قليل فالكود يعتبر اللايف لود منشور على كل المساحة، يعني اذا اللايف لود قليل فالكود عادة ما ياخذ هذا الاحتمال، طبعا هذا الاحتمال اللي هو بالحقيقة قائم، يعني مثلا يحمل فضاء ويترك فضاء فيصير هيك التحميل. لا يحمله كله، اذا اخذ اذا اخذ هاي الاحتمالات فنعبر عنها اللود باترنز انماط التحميل، هاي راح نرجع للموضوع. فنقول هنا انه بما انه احنا ما راح ناخذ انماط التحميل بنظر الاعتبار، وراح نفترض انه الفضاء كله محمل في وقت واحد، فاحنا بالتالي راح مو نتكلم عن 8 الفضاء واحد، وانما نتكلم عن 8 في 2 كل الطول او الفضائين معا، ف8 في 2. فلاحظوا اذا صارت بهالشكل 2.5، هاي نص، واحد وربع يمين واحد وربع يسار، 2 في 8، هاي باعتبار انه احنا افترضنا كل السقف محمل فالفضائين محملات، فتطلع 40. الان ال40 هل هي كبيرة الى الدرجة اللي هاي الاي تي العفو، نحولها الى الكي ال ال، هنا واضح الفكرة، وين الانفلونس اريا؟ الانفلونس اريا هذه، هالشكل، هاي هي الانفلونس اريا اللي بالاخضر، والتريبيوتري اريا اللي بالابيض. فتتذكرون اذا كان عندنا بيم داخلي تصير الانفلونس اريا اللي هي كي ال ال اي تي، هي الانفلونس اريا، هي تقريبا ضعف التريبيوتري اريا، او بعباره اخرى اوضح معناتها انه الكي ال ال هو تقريبا 2. فاخذ الكي ال ال 2، ف 2 في 40 طلعت 80، هاي الانفلونس اريا. هسه مره اخرى شنو شروط التقليل حتى من حقنا نقلل؟ اولا المساحه يجب ان تكون كبيره بما يكفي، ايش قد كبيره؟ اكبر من 37.16، هاي اولا. ثانيا انه اللايف لود يجب ان يكون صغير لا يكون كبير، زين، لان قلنا كبرى ينطي انطباع انه الغرض منه هو الخزن، فصغير بيا مقدار 4، يعني لازم يكون اصغر من 4.79، الشرطين متحققات عوضنا، زين. هنا هنا قلنا يعني نحسب هاي كمية التقليل طلعت 0.76 L0، شنو معناه؟ يعني 76% من اللايف لود أبقي عليه، و 24% ألغيت بسبب عملية التقليل. هاي ويا من تقارن؟ هنا يجي كم نوع من المقارنة؟ قلنا عندنا نص، قارنها ويا نص ال L0، يجب ان لا تزيد، يجب ان لا تزيد على العفو، لا تقل عن نص ال L نوت او 0.4 L نوت، زين. على وش يعتمد هاي المقارنة؟ اذا كان يسند طابق واحد نستخدم هذه، هاي 1 فلور، اذا كان مور ذان on floor، اذا اكثر من طابق فنستخدم هذه. احنا شنو حالتنا؟ البيم ايش يسند؟
اكيد البيم يسند طابق واحد، العمود هو اللي يسند اكثر من طابق. البيم هاي خلوها ببال حضراتكم، السقف والسلابز والبيمز تسند طابق طابق. منو اللي يسند الاحمال التراكميه من الطوابق؟ هي الاعمده والاسس. فاحنا اذا نتكلم عن الاعمده والاسس يعني نتكلم عاده عن structural elements support more than one floor. اذا نتكلم عن السلاب والبيمز فاحنا نتكلم عاده عن structural elements support one floor only. فنقارنها ويا فنقول هي شنو، هي اكبر من النص. فأوكي يعني ما أفرطنا في التقليل. فالآن نضرب يصير 0.76 في 1.29 فيطلع 1.46 فكيلو باسكال. فالمواصفة في تصميم البيم تحديدا تسمح لنا بدل ما نستعمل الال نوت تسمح لنا أن نستعمل حمل أقل هو 1.46 كيلو باسكال. الآن بقي موضوع آخر هو أو إحنا بهالكلام بالحقيقة أنهينا بهالمثال أنهينا الكلام عن الفلور لايف لود. بقي الكلام عن الروف لايف لود، كيفية اختياره وكيفية تقليله إن أمكن. هذا إن شاء الله نناقشه في التسجيل القادم. وشكرا جزيلا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.